الفنان المتميز إياس الكيان عن دوره وفي إطار الإنساني استطاع من خلالها أن يستغل الفرصة بنجاح وأثبت قدرة كبيرة وبذل مجهود واضح. ما خدتش جواز كتير في حياتي بس انا يمكن المسلسل ده الحمد لله بس ان شاء الله عرفت فيه جواز كتير الحمد لله. مساء الخير، انا سعيده جدا بتكريمي من المركز الكاثوليكي النهارده عن دوري في حلاوه الدنيا وحصولي على جائزه احسن ممثله في عمل درامي. شرف كبير اني انول هذه الجائزه من المركز الكاثوليكي. اشكر كل القائمين على المركز الكاثوليكي واخص بالشكر ابونا بطرس دانيال. متاسفه ان انا مش معاكم النهارده لاني للاسف بره القاهره، لكن سعيده وفخوره بهذا التكريم واشكركم واشكر كل الحاضرين النهارده. هند صبري. دايما انتقل على طول كده في الفرح والسعاده. الحقيقه انا بشكر المركز عندما كلمني الاب بطرس بشعر بسعاده اني عندما اتي الى هذا المركز اجد السعاده والحب والنور ويا رب على طول مجد النور والسعاده محيطه في المركز باستمرار. متميز وتنوع ادوارها الفنيه ذات القيمه الانسانيه. تحية من القلب للمركز الكاثوليكي والأبونا بطرس، وهم مش يعني أنا مش غريبة عليهم لأني اتكرمت هنا برضه قبل كده، وسعيدة جدا بتكريم النهارده وهضيفه للي فات واشتركت معاهم في لجان تحكيم وحاجات كتيرة. فالمركز الكاثوليكي الحقيقة له قيمة خاصة لأنه يختلف عن كثير من المهرجانات بأنه بينتقي الأعمال الفنية والإنسانية والاجتماعية بشكل خاص. طبعا في ناس دايما موجودين هنا كل سنة في اليوم الجميل ده. حضروا معايا كتير وحضرت معاهم كتير في المكان اللي كلنا بنحبه، واول ما بيجي دعوه فيه ببقى بقول يا رب ما يبقاش عندي تصوير واقدر اكون موجوده. سعيده جدا ان انا موجوده معاكم، سعيده وفخوره جدا جدا بهذا التقدير الكبير والتكريم الكبير.